خريجتي ها سنة 2012 ولهذا يومك؟ ما لا عقد ولا أجر ولا كذا. صار 10 سنين معدلي 79. ما خليت مكان ما قدمت بي ماكو أي وظائف. وهي صار لنا سنة ونص وقفتنا. ويمكن بعضكم من الزوجات وعندنا عائلة. عندي أطفال. يعني يحتاج إن. أكيد. إلى راتب. وأنت تعرف غلاء المعيشة شلون يعني والوضعية شلون صارت. هاي وقفتنا صار أكثر من سنة ونص ماكو أي استجابة. محافظ ابد ما استجاب لنا. هاي درجات احسن قلب. هو انتو هسه المفروض اكو بما انه اكو الف هي يفترض بغداد اكثر من الف طبعا. هو القرار غلط انا اعتبره رئيس الوزراء اذا وزاره الماليه اذا خلت الالف مال بغداد نفس الف اي محافظه اخرى فهي غلط يعني طبعا. فوق العراق هو بغداد تمام. صح. يفترض لها ما اقل شيء 5000 اكيد شي لان كلها خريجين تمام. يعني خلينا نقول بالالف الموجود انتو المفروض يعطوكم في جزء معين. صح. انتوا ايش قد عددكم تقريبا بالوقت؟ احنا تقريبا بال400. مو هواي يعني اذا اطلع 20% عفوا 50% تعيينات و50% عقود هم يعني نعمل اكيد لا سوى قرعه اولويه بالسنوات بالمعدلات بالكذا اكيد يعني ما ضرتها للدوله شيء طبعا. واحنا السنين اللي فاتت كلها قدمنا يعني كل ما ينفتح التقديم نقدم ماكو. وبالتالي انتوا اعمار يعني هي القضيه هم بالاعمار عمرنا 30 يعني شو كنا نتعين شو كنا يعني نتعين تاخذ شو كنا نساعدنا راتب واحنا ما طالبين يعني ملاك هو عقد يعني ما طالبين شيء صعب عليهم. زين شنو اللي تواجهوا بالشارع؟ صعوبه الوقوف المراه بالشارع طبعا بهاي التظاهرات طبعا اكيد صعوبه ومن الجو معاملتهم النا ومنا ماكو استجابه من المحافظ يعني ابد ماكو استجابه من عنده أنا سنة متعارف عليه التظاهرات يعني ما فرق الرجال والنساء لكن تحمل التظاهرات أكيد للرجال أكيد الصعوبات وحتى بالبيت النساء الله يعينكم يعني كل الصعوبات ممكن بعضكم يعني أهاليهم ما يخلوهم هو هاي النقطة مشكلة الأزواج هاي النقطة مو كل شيء مأذيتنا هاي النقطة يعني من تقنعهم حتى تيجي ونجي هنا نلاقي صعوبة يعني هاي مشكلة تواجهين صعوبة جنابك من تجين؟ أكيد. شنو واجهتك والله سولفينا شلون قنعتي أهلك؟ يعني قنعتهم قلت لهم أنا 10 سنين متخرجة وقاعدة يعني إلى متى؟ شو وقت؟ العمر الجاي يركض يعني شو وقت نتعين؟ شو وقت نشوف يعني حقنا ناخذه؟ إحنا قاعدين بس نتفرج شو نسوي بعد؟ الله يعينكم الله يسلمك منالكم موفقين إن شاء الله. أتمنى إنه يوصل صوتكم.